قبيلة الحسناب بمنطقة الدامر بولاية نهر النيل، تحتضن إرثاً وتاريخاً ضارباً في القدم، فهي امتداد للدولة المهدية، وهي منبع لجميل الخصال السودانية. فمن وحي حياة القبيلة المتسامحة مع ذاتها وغيرها جاء نحاس الحسناب أو راية الكابوشاب لتضيف بعداً تاريخياً عميقاً للمنطقة. فالنحاس الذي يعود إلى الأمير محمد صالح الحسنابي دفن قبل موته خوفاً من أن تطاله يد المستعمر. حفظ النحاس عبر السنين وخرج ليحكي قصته. الشيخ محمد صالح الحسنابي وبعد عودته من هذه المعارك كان حرصه شديد جدا على أن يحفظ هذا النحاس حتى لا يقع في يد المستعمر الدخيل الذي كان ينوي أنه يعني ينهي أي شيء له علاقة بالمهدية، فقام بدفنه في مكان لم يخبر به أحد وتوفى إلى رحمة مولاه. لدينا هذا النحاس الذي يعتبر من أعرق النحاسات في المنطقة، حيث هو يتكون من 3 جيزان. الجوز الأول أتى إلى منطقة الكتياب في عام 1830، والنحاس الثاني أتى إلى منطقة الكتياب في عام 1850، وأما النحاس الثالث أتى إلى المنطقة في عام 1930. وهذه النحاسات نسبة لعراقتها وتاريخها، حيث تم في موقعة أبو طليح عندما اجتمع الجعاليين في تلك المنطقة، ولما هذا النحاس مع النحاسات الأخرى في المنطقة تم إلى نداء أهل المنطقة من أجل الحرب تلك في خلال الفترة، وأيضا تم احتماله إلى منطقة النخيرة في تلك الموقع الشهيرة، حيث كان من ضمن النحاسات المشاركة، وهو يعتبر من أقدم هذه النحاسات في المنطقة. وهذا النحاس له ميزة خاصة، حينما يضرب أي من الناس كتيابي كان صغير ولا كبير ولا هنا بيكون في حاجة مهمة ولا في حاجة دافع أدى إلى هذا دق النحاس. من رمزيات القبيلة السيف والحصان وصوت النحاس، ثلاثية تتجسد مع قدوم المناسبات، وما أكثرها هنا، فكل قبيلة تتسابق في إكرام الضيف وتقديم ما هو أفضل للضيوف، وابتدارا يكون النحاس في مقدمة المستقبلين، ليس بنغمة واحدة وإنما بأصواته المتعددة. يرتبط النحاس سواء كان عند الحسنابي أو الكتياب بكبير الأحداث، وعند ضربه يجتمع الناس من كل مكان، رجالاً نساءً صغاراً وكباراً، ويتدافع الفرسان والشعراء حينها لمزج شعور القوة الذي يفضي به صوت النحاس بذاكرة الشعر عندهم. فكل ضربة من نحاس
هي استرجاع لسيرة حدث أو شيخ أو بطل أو رجل كريم. سمتان فات حدود السمت عاجبني، جريت نمي ليه ونظمته، جرى النمى فوقك خايل، كفك كم بعدل المايل، ودعز ود أصول قبائل وفارسا ما ابتهم قول القايل، عاجبني جريت نمي ليه ونظمته، هي لك ورس جود وبسالة قدمك لجوار وأصالة، ضو ظلمات ضرو ضلال عقدات الكرب حلالة، عاجبني جريت نمي ليه ونظمته، كسرت الخاطر انت طبيبة ونفسك خالية من الريبة، ساحتك للعشام رحيبة صنديد كل قاسية صعيبة، عاجبني جريت نمي ليه ونظمته، كرماخا تشيل ترافي وفوق الضيف تتيتب حافي، طبعك للصغيرة منافي سيد جواد وسيد عنافي، عاجبني جريت نمي ليه ونظمته، ما غراك رزق الزايلة، خصمك شاف نجوم القايلة، ليه عدل العوج والمايلة واسع راي وإيدك طايلة، عاجبني. وتحيط بأجواء النحاس مظاهر أخرى من وحي المكان، فهذا الصغير المعتلي لجواده لا يخالط يقينه شك بأن إحساسه بصوت النحاس يمنحه صفة الفارس، لذلك تراه مملوءا بالثقة ولا يخشى المنازلة والمشاركة في سباقات الخيل. هنا في منطقة الحسناب يخبرونك عبر قصصهم عن كيفية ضرب النحاس عندما يحل الضيف العزيز عليهم، ويبتسم لك الحظ عندما تكون حاضراً وترى النحاس يضرب لضيف قدم إليهم، أجواء تنساب على سجيتها مع صوت النحاس. فكرة النحاس أصلاً كان بيستخدم في الحماسة وفي إعلان الحرب والجهاد، ففي الوقت الحالي هي ما عادت لهذه المهمة، لكن بيتم بها استقبال الضيوف وإكرامهم، وبيتم بها نوع من تقوية الروح المعنوية والروح الجهادية لدى الشباب، و يعني هي واحدة من الأشياء اللي نحن مفروض نحافظ عليها، ونشوف كيف كان آباءنا وجدودنا بيستخدموها، وكيف كانوا بيتعاملوا مع الطقوس بتاعتها، ونقلد أو نحاول حتى من باب حفظ التراث، والشيء الثاني من باب إنها تخدم لنا الروح المعنوية والروح الجهادية. بالنسبة لنا نحن أهميتها معروفة كمسلمين. إن الاحتفاظ بالقيم والموروثات النبيلة هي سمة من سمات القبائل السودانية التي تتنافس على توثيق ثقافاتها وعاداتها وتقاليدها، فمع ارتفاع صوت النحاس ترتفع إلى الذاكرة السودانية صور
كانت حاضرة في الماضي الزاهر، كانت تتجلى في كل قرية، وما النحاس إلا صوتها الذي يخبر عنها عندما يعم الصمت أرجاء القرية والمدينة.